من كان المطرب المفضل عند صدام؟ كان يسمع اغاني؟ صدام كان متاثر بشخصيه عبد الكريم قاسم. عندما سقط النظام نزلت سيديات كثيره واشرطه فيديو لعدي ولقصي ولعدنان خير الله، هو لم نشاهده في حفله خاصه، لماذا؟ كان حريص على سمعته من باب مشروع الرئاسي. هل كان له عشيقات؟ هل كان حبابا للنساء؟ هو يعتقد انه هو ما متفرغ لهؤلاء حتى يعاقبهم. في خلدي برزاني عاقب هاي الجهه، عدي يعاقب هاي الجهه. المخابرات المصريه تقول كان صلاح نصر يبعث سعاد حسني الى صدام حسين. كلمه انه اجرت اتصال بالموبايل مع صدام لما كان بستان قيس النامر والتقطوا الاثنين. دكتور خميل عبد الله يعد مؤرخا؟ اكتشفت انه وزاره الماليه هي القمرجي رقم واحد بالعراق.